حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. أكدت لجنة المالية النيابية أن مسودة الموازنة لم تصل إلى مجلس النواب ليتمكن أعضاؤه من الاطلاع على بنودها. وأضافت اللجنة أن مسألة تعديل سلم الرواتب تتم من خلال تشريع قانون منفصل ليس ضمن الموازنة، ولم يصل كتاب رسمي بالأساس لتعديل سلم الرواتب، مشيرة إلى أن القانون من مسؤولية مجلس الخدمة وبالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، مبينة أن أمر تعديل سلم الرواتب مجرد حديث ولا يوجد أي شيء رسميا بعد. ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار إلى أكثر من 150 مليون دولار، وكان البنك المركزي قد باع أكثر من 152 مليون دولار بسعر بلغ 1460 دينارا للدولار الواحد، فيما قام 18 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج و16 مصرفا بتلبية الطلبات النقدية. أكد العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي أن العراق بحاجة إلى 6 ملايين وحدة سكنية لحل مشكلة السكن. وقال الغراوي إن أزمة السكن في العراق أصبحت متفاقمة، وأن أكثر من 3 ملايين شخص ما زالوا يسكنون العشوائيات، مضيفا أن المشاريع الاستثمارية فشلت في معالجة أزمة السكن لأنها لم تركز على الطبقات الفقيرة. انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي نحو 2% مع انخفاض أسعار النفط عالميا. وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا دولارا و54 سنتا ليصل إلى 84 دولارا و97 سنتا للبرميل الواحد. وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر إلى آسيا دولارا و54 سنتا ليصل إلى 79 دولارا و32 سنتا. وشهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا مع ضعف الطلب الصيني، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع توقعات بركود اقتصادي في أوروبا وأمريكا. قال خبراء اقتصاديون إن العراق جزء من منظمة أوبك ومحاولة زيادة الانتاجية يعتمد على عدد سكانه. أضاف الخبراء أن أسعار النفط ترتبط بالجوانب السياسية ولها تأثيرات مباشرة على أسعاره، وإذا استمرت الحرب في أوكرانيا لن تبقى أسعار النفط بهذا النطاق، وهي تؤثر على فعاليات الدول النامية الاقتصادية، فهنالك جوانب سلبية وأخرى إيجابية. ولا نترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.